يعشق البرازيليون كرة القدم ويلعبونها كلما سمح الوقت بذلك وتوفر مكان ضليل. وتستعد البلاد لاستضافة نهائيات كأس العالم لعام 2014. كل واحد في هذا الملعب يأمل أن يحضر مباراة في استاد ماراكانا بمدينة ريو دي جانيرو. إنه ليس بالبناء الجديد ومنذ عدة أشهر، والملعب في طور الترميم الكامل كي يصبح صالحاً لاستضافة مباريات كأس العالم. يعمل هنا نحو 5000 شخص في الوقت نفسه. كان من المفترض الإبقاء على سقف الملعب، لكن لأسباب بنيوية تحتم هدمه، وكان نتيجة ذلك أشهراً من التأخير. والآن يجب على المشرف على البناء تعويض التأخير. نحن متأخرون بعض الشيء في إنجاز المشروع، لكننا سنبذل كل الجهود حتى نتقدم في العمل. سننتهي في فبراير شباط سنة 2013. والآن سيستبدل سقف الملعب بغطاء خفيف يفترض تثبيته في الأعلى. لا يمكن تركيب ألواح كبيرة على الغطاء، لذلك سيتم تركيب الألواح الشمسية على جوانب الملعب فقط، مما يعني قوة استيعاب أقل. يجب إنتاج 560 ميجاوات من الكهرباء في استاد ماراكانا، وهي كمية تعادل استهلاك 280 منزلاً من الطاقة. تدعم مشاريع الطاقة الشمسية في البرازيل مالياً وفنياً من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي والبنك الألماني للتنمية. هناك حاجة لمزيد من الطاقة في البرازيل. تأثر البلد جراء ذلك وانهار الاقتصاد. كان هناك انخفاض بنسبة 10% في الناتج الاقتصادي. إنها قيمة مهولة. تحصل البرازيل على 80% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، معظمها كهرومائي. وبالرغم من أن الشمس هنا تشرق لمدة طويلة وبشكل مكثف، لا توجد حتى الآن إمكانيات لاستغلال الطاقة الشمسية. شركة لايت للطاقة المسؤولة عن الكهرباء في استاد ماراكانا تعتمد على مشاريع صغيرة وكثيرة. يعتبر استاد ماراكانا مشروعا نموذجيا، لكنه أكثر من ذلك، فهو بداية لإدخال اللامركزية على نظام تزويد الكهرباء، وخاصة في مجال الألواح الضوئية. الكهرباء التي يولدها استاد ماراكانا ستشتريها شركات كبرى، وذلك لإظهار التزامها بحماية البيئة. العمل جار على بناء محطة للطاقة الكهرومائية في منطقة الأمازون، لكن البرازيليين لا يريدون مثل هذه المحطات الضخمة. لا اعتبارات بيئية واجتماعية، يصعب بناء محطات كبيرة للطاقة الكهرومائية لأنها تتطلب وقتا طويلا، وفي تلك الأثناء تكون هناك حاجة إلى بدائل من مصادر جديدة. على بعد 1600 كيلومتر شمالا، وتحديدا في مدينة سلفادو دي باهيا، يوجد مشروع مميز لملعب ينتج الكهرباء من الطاقة الشمسية، تم إنجازه بدعم ألماني. هكذا يبدو شكل ملعب أعيد بناؤه. إنه أول ملعب يولد الكهرباء من الطاقة الشمسية في أمريكا اللاتينية، وأكبر محطة للوحات تجميع الطاقة الشمسية في القارة. ولحد الآن لم تدعم السلطات البرازيلية مشاريع الطاقة الشمسية. الملعب هو مشروع تجريبي. الهدف من ورائه بحث كيفية استغلال ودعم مصادر الطاقة المتجددة. يعتبر ملعب سلفادور قدوة لإعادة بناء ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو. كان التحدي الأكبر في سلفادور أيضاً عدم إثقال سقف الملعب، لذلك تم تركيب الألواح الشمسية الثقيلة على جوانب المبنى. أما السقف فلا تناسبه سوى رقائق خفيفة. الكهرباء التي يتم إنتاجها في الملعب تزود المبنى الحكومي القريب بحوالي 600 ميجاوات في الساعة. أما الألواح الشمسية فتم جلبها من الولايات المتحدة والصين.
أما هذه الصناديق فهي عواكس كهربائية من ألمانيا. تعكف السلطات على تحضير لوائح جديدة تمكن أصحاب البيوت والشركات من تركيب ألواح شمسية فوق الأسطح وتغذية الشبكة بالكهرباء، وبالمقابل يحصلون على سعر متفق عليه. يبدو حفل افتتاح أول ملعب يولد الكهرباء من الطاقة الشمسية متواضعاً. الحفلة ليست كبيرة، لكن الطاقة الشمسية ستفيد الجميع، البيئة ومزودي الطاقة والشركات. يجب دعم فرص التعاون بين الشركات الألمانية والبرازيلية، بالإضافة إلى التعاون العلمي لتأمين فرص عمل في ألمانيا أيضاً. ومن أجل تزويد مدن مثل سلفادور بالكهرباء كان من المفترض بناء محطات تعمل بالفحم والغاز، لكن مع تغيير الاتجاه لدعم الطاقات المتجددة تغيرت مخططات الحكومة، فالمحطات الضخمة المضرة بالبيئة لن يتم بناؤها في البرازيل.